هذه السلالة تعتبر ثورة في عالم الإنتاج الحيواني في تونس، لأنها مع المشكلة نحن في اللحوم الحمراء في تونس والغلاء متاعها، كتشوف أنه نعجة نجم فلاحي نجم ينتج لك من نعجة واحدة 5 عليلش أقل حاجة في العام، راوي نجم يولي الكيلو ب30 دينار كيلو الحم، اللي هو نحن تويحك ب50 دينار وحتى أقل من 30 دينار. قبل ما تبديت وزيد، يمكن الناس كل سمعت فيها قبل مبادرات اللي نعمل فيها مع كلام ذا تقريبا تو 5 سنوات، كل عام مبادرة جديدة من باب انه نشجع على معنى على النجاح في الحياة، مبادرات تحكي على الجانب هذا. اما اليوم بحكم اني هاني ضايعة في جابس في معتمديت مارث بحذاء عام عمر، باش نحكوا على حاجة جديدة اللي هي يمكن ما يعرفوش برشا عليها، اللي هي تربية سلالة الدمان. سلالة الدمان اللي هي سلالة من الأغنام موجودة في تونس من عندها 20 سنة، عندها 30 سنة بالأصح، وتخلت عام 94. هي سلالة أغنام أصلها مغربي، دخلت عام 94 وليات ناجو 10 كباش، أهداها الملك المغربي الرئيس السابق زين العابدين بن علي. كل القائل علاش في جابس، لأنه حطوها في مناخ يشبه للمناخ الموجود في المغرب، يشبه الجنوب الشرقي المغربي، حطوها في مناخ الواحات، وهي بدت في جابس وانتشرت في كامل تراب الجمهورية. والحمد لله أن معناها ولا ثم عدد هام المربين للسلالة هذه. هي سلالة ذات إنتاجية كبيرة برشا، خصوبة عالية، تولد تجيب من واحد حتى للخمسة، وحتى في أحيان 6 و7 ليلش في الولادة الواحدة، تولد مرتين في العام. هي سلالة تربى في الحظائر أكثر مما هي سلالة رعوية. ديما نقولها، عندي كلمة نقولها، سيتان بروجي اندستريال أكثر منه بروجي أغريكول، تحب لهوة خاصة، تحب علفة خاصة. هذه هي سلالة دمان باختصار، ما هيش سلالة ذات قامة متوسطة، لكن ما شاء الله الولادات متاعها عديدة في السنة الواحدة، تنجم نعجة تجيب لك 10 عليلش في عام عادي جداً. في تونس بطريقة ما ثبتت في جانب معين، بس يعني ساهمت في نشرها بتونس. الحكاية كل بدأت بالفضاء الافتراضي، بدأت بجروب على الفيسبوك، من وقت عرف مغرمة كيفي بالسلالة هذه، وليت أي واحد يسحق حاجة ولا إحاطة كانت كالكسوة منا كما يقولوا عنا نحن السلام جارو مسكتش بيب. أنا مربي أكوان من 2013، الحمد لله لقيت حاجة سمحت الرسوبة الحيواني ما بدأت نصوش كيفاش بدأت سمحي الله بي ينتج حاوي يعطيها المجهود ويستنظيمه وشي ينجح. البداية بدأنا بشري أرأس ندمان، وقعدنا نحافظ على السلالة، ما تقيمة من تحت ما نبيعوش، خلاص نبيعو كان نذكر تحت العلوش بتاعها نبيعوه، وقعدنا هاك بشوي بشوي نوصل للإنتاج، وكل عام نزيدو بدنا نطور، وكل عام نزيد نطور، الحمد لله يا ربي توصلنا لـ 400، الحمد لله 400 ما فوق مهمت، والحمد لله أنا وصلنا للمرحلة هذه، وما زلنا بحول الله نطور ونوصلوا قدام ونعملوا مشروع ما أحسن وما أقوى، نوصلوا حتى للألف، أرى مشروع ناجح 100%. عندنا بعض السلبيات في السلالة، السلبية هي أو النقائص، يقولوا سلالة عمرها 30 سنة في تونس وتكون معناها تقريبا تمثل نسبة كبيرة من القطيع في تونس، عندنا البروبليم بتاع الكونسونجينيتي اللي هو التقارب الدموي بين أفراد القطيع. قل قيلش معناها،
هنا نحن كيف نقوله انه الدم قرب لبعضه برشا، دونك نتمنى انه الدوله تتدخل باستيراد فحول من بلد المنشا اللي هي من المغرب. دونك الجانب هذا نتمنى انه الدوله تقوم بالواجب هذا، وخاصه تشجع على تربيتها، لانه المغرب ثم تشجيع ملك المغرب لتربيه السلاله هذه بالذات تسمى السلاله الملكيه، لانه اي واحد يربيها عنده معناها تشجيعات من الدوله على كل علوش ينزاد، بينما نحن ما ثمش حتى تشجيع تقريبا. نحن هذه مجهودات شخصيه كتشوفيه اليوم هاني في قابس بحذا عام عمر اللي هو من المربين الكبار للسلاله هذه، ديما نعملوا احاطه نشوفوا شنو النقائص شنو اللي لازم، ديما نعملوا دوره تقريبا عندي قاعة بيانات نتاع المربين نتاع السلالة هذه كل في تونس، معناها فقط شوية تشجيع من الدولة وبقدرة ربي معناها كي يتصلوا بينا نجموا نوفروا لهم كل شيء المعطيات بكل لنجاح تشجيع كل سواء في الأعلى كل سواء في توفير الفحول، أيضا نغزر الفلاحة ككل والإلفاج عموما والسلالة هذه تحديدا، لأنه بصراحة نسيس بيع الكلمة هي ثورة في عالم الإنتاج الحيواني، لانه وقت اللي نقولوا انه نعجز نجيب لك اربعه وخمسه عليلش اقل حاجه او مينيموم هذا في العام، معناها رانا نحكوا على بين ظفرين ما شاء الله ماشين متاع انتاج متاع عليلش، دونك شوي احاطه من الدوله وبقدره ربي تشوفوا السلاله هذه ما شاء الله الانتاجيه متاعها رهيبه،